واحد لعيبه ديال الناس هادو المسؤولين اللي لقاو بعض الزينات ديال الله زين بلاد الحي من الله تلقاو بعض الزينات. ولكن الحاجه اللي مهمه اللي كتهمنا بزاف حنا هو هاد الجمع هذا. هاد الجمع هذا ما عطاوش اهميه وعملوا هذا وخلاوه هكا في الكرفس وحشوه هادشي بزاف كاع. هذه البلاد هذه بلاد الاسلام وبلاد الدين وامن المؤمنين الله ينصروا. ولكن هاد الناس هادو الله يعزيهم تكرفسوا على هذا القد هذا وصلحوا فيه شي بنات. وهاد اللي غادي نتكلم المهم راه خلاوه هكا. وكاين شي حوايج بزاف يتكلموا فيها بزاف عباد الله وكيتشكاو منها عباد الله. ولكن راه ما عندناش الشكوى لله ما عندنا ما نديرو. كتعاملونا وشكرا وبارك الله فيكم.